دعم المقاولات الصغرى والتجار الصغار في مجال الاقتصاد الرقمي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا سيد نائب محترم. سيد الوزيران، سائلكن عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لأجل دعم المقاولة الصغرى والتجار الصغار في مجال الاقتصاد الرقمي، وشكرا. تفضلوا سيد الوزيرة. شكرا سيد نائب المحترم على طرح هذا السؤال المهم. الحكومة اليوم عندها عدد من المبادرات المهمة لدعم الشركات الناشئة، فمثلا وكالة التنمية الرقمية طورت المنصة ديال ستارت اب هاب ماروك اللي كتضم مختلف المبادرات الدعم والتمويل اللي يمكن يستفدوا منها الشركات الناشئة، وهذا الشيء كيسهل لهم الاستفادة من هذه المبادرات. كما انه كاين واحد التصنيف، واحد لابيل اللي تيسمح للمقاولات الناشئة بانهم يستافدوا من عدد من الامتيازات، بحال واحد بطاقة الدفع دولية اللي مسقفة في 1,000,000 درهم سنويا، واللي تتسمح لهذه المقاولات الناشئة باش يتعاملوا بسلاسة مع الشركاء الدوليين ديالهم. كاين ايضا الدور اللي تيلعبوه لي تكنوبارك من حيث احتضان ومواكبة الشركات الناشئة لي ستارت اب. فهاد 20 سنة اللي فاتت هما واكبوا أكثر من 3,000 شركة ناشئة، وتم خلق أكثر من 15,000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة. هاد لي تكنوبارك كاينين في 5 ديال المدن المغربية، ومازالين تزيدوا تمركز في مدن أخرى في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. بغيت أيضا نشير المشاريع اللي قمنا بإطلاقها في هذا المجال بجهة الشرق وبالتحديد مدينة بركان، حيث تم إحداث واحد مركز ديال احتضان المقاولة الناشئة والابتكار الاصطناعي اللي تمكن من حاملي المشاريع لأنهم يستافدوا من التجهيزات والخدمات التقنية وفضاءات العمل المشترك. كما كاين أيضا ندوات وملتقيات لتبادل الخبرات، وأيضا تسهيل الولوج للتمويل. وشكرا. تفضلوا سيد النائب المحترم في إطار التعقيب. صعيبة السيدة الوزيرة إلا كان هضرنا في اللغة وأنت كتهضري في اللغة. أنا سولتك على التجار الصغار. التاجر الصغير بالنسبة لي أنا اللي جاي من شيشاوا هو كازابارطا، هو جامع الفنا، هو داك اللي مسوق الخميس ديال شيشاوا وطالع لي من الدونيت. أنت كتجاوبيني على لي ستارت اب. أنا سولتك السيدة الوزيرة على التجار الصغار. واحد المليون ولا 500,000 مئات الآلاف ديال التجار الصغار. غادي نخليهم دروك داك الشيء اللي كملت لهم المتاجر الكبرى والمتاجر لي كروند سيرفاس. دخلت دابا التجاره الالكترونيه، كنشوفوا شركات كبار دخلت التجاره الالكترونيه. غادي نولوا موقفين داك البقال اللي عاش معنا بالقرنيه سنوات، غنوقفوا هذاك اللي في اللي كيبيع في السوق الاسبوعي وكيبيع في جامع الفنا وكيبيع في كذا براطه، وكتمشي عنده المراه كدير عنده الطلامط بالكريدي والحوايج بالكريدي، وغادي نخلقوا 5,000 ولا 10,000 ستارت اب. واش غنديروا لهاد الناس؟ انا قلت لكم السيده الوزيره رقمنه الاداره ورقمنة المجتمع جاية جاية، ولكن هاد مليون واحد اللي عايشة معنا اليوم في التجارة الصغيرة والبسيطة هي اللي خصنا نواكبوها ونأطروها باش تمشي مع المجتمع، ماشي نخلقوا 10,000 شركة وشركات كبرى اللي شفناها تحلات وسائل النقد، واللي عنده الفلوس يمشي يشري من 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 اونلاين، واللي ما عندوش يمشي عند البقال ديال الكريدي. راه السؤال ديالي ثانيا هادشي باش نواكبوه؟ الإخوان السيدات والسادة النواب كلهم اليوم كيتكلموا، أنا راه فايت قلتها في هاد القبة، حنا ما كنطلبوا حد يصدق علينا. الخدمات الأساسية كاينة في القانون السيدة الوزيرة، و2% إلا ما قدرتك تجيب لنا قانون نديرو 3%. الشركات اللي عندها دفتر التحملات ديال الخدمات الأساسية، لا ديال الإنترنت، لا ديال الريزو، راه بزز منا، حنا ما كنطلبوش الصدقة. ماشي مشينا سنوات فما فوارق مجالية ونزيدوا سنوات أخرى فما فوارق مجالية رقمية. اسمحوا لنا الشخصية تنزل في القريب العاجل، ولا ما كاين لا تعليم لا تجارة رقمية لا حتى حاجة ما غتقول. السلام عليكم. السيد النائب المحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا الزعيم. تفضل سيد الرئيس. سيدة الوزيرة المحترمة، الكفاءة العلمية اللي جات باش تخدم بلادها، واللي من خلال البرامج ديالك سيدة الوزيرة كنلاحظوا بأن كاين واحد العمل جبار واللي غادي يبان إن شاء الله في أرض الواقع. سيدة الوزيرة، يجب باش دير واحد العدد شراكات وزارة التجارة والصناعة باش تشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة واللي كثيرة بزاف، أكثر من 90% المقاولات.
كذلك وزارة الفلاحة مسؤولة على واحد عدد ديال التربية والتعليم ديال أبناء الفلاحة والتكوين المهني. مجال الرقمنة مهم ومهم جدا. السيدة الوزيرة، ندعوكم هذا المنبر الله يجازيكم بخير. إقليم رحامنا مدينة بنقرير موجودة فيها واحد المؤسسة كبيرة اللي وصلت في هذا الشيء ديال الرقمنة والتطور العلمي اللي هي جامعة محمد السادس. ديروا معها شراكة باش تنفتح على المقاولات، تنفتح على المحيط ديالها، تكون هاد التجار، تكون هاد الشباب باش يمكن لهم يديروا التجارة الرقمية. سيدة الوزيرة، قلتي بلادنا الحمد لله وصلت لواحد المرتبة مشرفة، وهذا ما يمكننا إلا تبني عليه سيدة الوزيرة، وما يمكننا إلا نشجعوك باش تستمري على العمل ديالك، وباش المغاربة والتجار في جميع مناطق المغرب إن شاء الله بحول الله ما يبقاوش يبيعوا غير في المغرب، يبيعوا في العالم ملي غادي يوليو عندهم الوسائل، عندهم. انتهى التوقيت سيد نائب المحترم، انتهى التوقيت، انتهى التوقيت. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة الوزيرة. على برام السؤال ديالك، السؤال ديالك كان فيه تجار صغار في مجال الاقتصاد الرقمي. أنا ما جاوبتكش من غير السؤال ديالك، السؤال ديالك كان فيه تجار صغار في مجال الاقتصاد الرقمي، وأنا جاوبتك على التجار الصغار فاش نقول الشركات الناشئة. عدد منهم تيديروا التجاره الالكترونيه وحنا حقنا نواكبوهم، هذا كان السؤال ديالك. التجار الصغار الاخرين ما سولتينيش عليهم. النائب المحترم اللي سولني، انا تنامن باللي كل شيء يمكن يدير التجاره الالكترونيه، حتى ما منحاصرش على الشركات الكبرى. في الكوفيد فاش وقع لنا الحجر الصحي، عدد كل شيء الصغار داروا التجاره الالكترونيه، وكما كانوش داروا التجاره الالكترونيه كان يمكن ينقطع العيش ديالهم. التجاره الالكترونيه ماشي هي شي حاجه تقتلنا، راه كل شيء يمكن له ينخرط فيها وتعطيه الدعم وتعطيه المدخول الاضافي. شكرا. الى سب... نعم لا راك شوف 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 فينو شوف واخا